معنا من تل أبيب مراسل العربي أحمد دراوش. أهلا بك يا أحمد، ضعنا في آخر التصريحات والمواقف فيما يخص الحرب على غزة، وأيضا هل من تفاعلات جديدة فيما يخص ما نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية حول التحقيق الذي جرى ومسؤولية إسرائيل في قصف حفل في 7 أكتوبر بالطائرات الحربية؟ نبدأ مما أوردته هآرت سرمد، وهو بطبيعة الحال مهم لأنه يستند ليس فقط إلى تحقيق أجرته الصحيفة، إنما إلى تحقيق أجرته الشرطة الإسرائيلية ونشرت نتائجه. وما تستنتجه الصحيفة هو مكتوب بشكل واضح وصريح في التحقيق الذي أشرته الشرطة الإسرائيلية وكشفت عنه أيضا وسائل إعلام إسرائيلية أخرى. في اليومين الأوليين انتشرت شهادات بشكل واسع جدا في إسرائيل تشير إلى أن عددا من الإسرائيليين قتلوا برصاص أجهزة الأمن الإسرائيلية في حفلة رعيم بطائرة مروحية إسرائيلية، لكن في مناطق أخرى تم تدمير منازل كاملة كان فيها مسلحون فلسطينيون مقاتلون تمكنوا من التسلل من قطاع غزة، دخلوا إلى منازل في كيبوتسات احتجزوا فيها رهائن من أجل إجراء مفاوضات لربما للعودة سالمين إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل بحسب شهادات إسرائيليين رفضت هذه المفاوضات، ومن ثم بدأت الدبابات تقصف المنازل بمن فيها من مقاتلين فلسطينيين وبمن فيها من أسرى إسرائيليين أو من إسرائيليين كانوا موجودين في تلك المنطقة. تلك المنطقة شهدت فوضى بشكل كبير جدا. أنا كنت هناك في أول يومين، دخلت إلى منطقة رعيم، دخلت إلى منطقة مجين وإلى غيرها من المناطق التي كانت فيها اشتباكات ضارية. في معظم المناطق التي لم تتمكن فيها أجهزة الأمن الإسرائيلية من الخوض معارك مع المقاتلين الفلسطينيين تم استخدام إما طائرات وإما دبابات أو غيرها ما أدى إلى مقتل إسرائيليين، لكن هذه الشهادات التي كانت تنتشر بشكل عشوائي خلال اليومين أو الأولين اختفت بشكل كبير جدا لاحقا، إما أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية أخفتها، لأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تتحكم في كل ما ينشر في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية. داخل كل هيئة تحرير في إسرائيل هناك ممثل للرقابة العسكرية الإسرائيلية، لا يتحكم فقط بما يقوله المذيعون إنما يتحكم أيضا بما يقوله المراسلون، وأيضا يشارك في اختيار الضيوف الموجودين في النشرات، وعادة ما يكونون ضباط سابقين ومتقاعدين من الجيش الإسرائيلي. إسرائيل منذ البداية كانت هناك شهادات فيها عن انتهاكات وعمليات قتل ضد الإسرائيليين من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن إسرائيل تتستر عليها بشكل كبير جدا. يمكن الافتراض أنه في لجان التحقيق التي سيتم تشكيلها بعد انتهاء الحرب سيتم الخوض في هذه التفاصيل، وربما يتم الكشف عن تفاصيل إضافية لا نعرفها، لكن اللافت هو أن وسائل الإعلام الإجنبية لا تزال حتى الآن تتجاهل هذه الشهادات رغم أنها مستقاة من تحقيقات رسمية، ولا تزال تتهم الفلسطينيين في كل ما ارتكب في صباح 7 أكتوبر في صباح 7 من عملية طوفان الأقصى، وستتجاهل كامل لكل هذه التقارير التي أوردت. سرمد، فيما يتعلق بالتطورات الميدانية صافرات الإنذار ضوت في غلاف غزة صباحا، على ما يبدو أطلقت رشقة صاروخية باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي دون أن يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي أو أي بيان رسمي عن الجيش بهذا الخصوص. إسرائيل بحسب ما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي الليلة الماضية انتقلت إلى مرحلة جديدة في هذه الحرب، هي الاستمرار في معارك شمالي قطاع غزة والانتقال نحو الأحياء الشرقية لمدينة غزة بدل الانتقال للمناطق الجنوبية تحديدا لمنطقة خان يونس. التقديرات بأن أي عملية عسكرية في خان يونس ستحتاج لأسابيع حتى تكمل إسرائيل الاستعداد لها خلال الفترة المقبلة، لذلك التركيز سيكون على مناطق الشمال برا وفي الجو، نرى أن الغارات الإسرائيلية لا تستثني مكانا من قطاع غزة.